سيد عبد الرحمن، انت الاولاد طبعا بيحتاجوا الى مكافأة. ازاي لما واحد بيعمل حاجة كويسة ونكافئه ده ما يؤديش الى الغرور، وخاصة انت عارف بيبقى لما يجي يعمل، حتى بص اللعبة دي لما يجي يعمل الحركة دي، يعمل حركة كده فيحس بان هو انسان محتاج ان هو يبقى كلمة فخور، يعني فاهم حضرتك الفخر ده بيبقى حاجة مهمة جدا. هو يعني عامة بحس ان مجال التربية او التدريب او الرياضة او حتى التدريس بيحتاج ان احنا نبقى قاريين قوي للشخص اللي قدامنا ايه احسن طريقة تعامل ليه. حتى اللعيبة لما تسألهم، في لعيبة بتحتاج تعامل معين، في لعيب مثلا يبقى لو انت عايز تلعب معاه لعبة ان هو عمل حاجة غلط او عمل حاجة صح، تاخد مثلا من وقت لعبه في الملعب ده يتضايق جدا. في لعيبة تانية مش فارق معاها، يفرق مثلا معاها منظرها قدام قدام بقية الولاد الفريق التانيين او منظره قدام بقية اللعيبة اللي معايا او في منظره قدام المشجعين، مثلا. مش كده يعني احنا برضه؟ دي الفكرة بقى، فهي دايما بتفرق في الشخص اللي قدامك ايه احسن مفتاح تشتغل بيه معاه. فحتة الغرور دي انا بالعكس، انا حتى يعني كان نفسي اتكلم كمان عن في حاجة كده لقيمة التواضع، ان هو يبقى يعني خنوع شوية او تقلب مع الضعف شوية. لا، تقلب معنا. مش عايزين دي خالص، بالعكس زي ما حضرتك كنت تقول ان يبقى فيه اعتدال فيها ويبقى فيها فخر. لا، دي حاجة مهمة جدا. فبيبقى فيه ولاد هم عندهم قوة شخصية، انا عايز احافظ على دي، انا مش عايز اوديك ان انت تبقى متواضع فتبقى ضعيف الشخصية. يعني في ناس كتيرة بيبقوا مشكلتهم، حتى مش بسمع، انت حضرتك بتقوم بدور المعلم ودور الوالد وكده، في كتير من الآباء والأمهات والمعلمين لما يشوف واحد معتد بشخصيته يعتبر ان ده تحدي ليه ويحاول يكسره، فده بيبقى خطر جدا جدا جدا. ولذلك دايما حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، احنا متصورين ان حضرة النبي لما يجي يتكلم عن حاجات بيتكلم عليها بقى في سياق بقى قادة الرأي العام والكبار والسياسيين، لا ده كمان في أولادنا، ان احنا ننزل الناس منازلهم. لما واحد يكون راجل مستقيم الشخصيه وقوي الشخصيه ما يتكسرش، ازاي ما نقدرش، ازاي ما نكسرش واحد يكون موهوب مثلا؟ يعني لازم الاول ابص اشوف هو بيعمل ده من منطلق ايه، بيعمله من منطلق ان هو قلبه على الفرقه مثلا يا فبيزعق سلام، للولاد التانيين، هو حاسس ان هو مأدي بشكل وحش، مش مأدي دوره، فده مأدي ان هو متعصب. لازم اشوف الدافع بس اللي اللي بيحركه بيسموه الغيره، بالظبط. غيره على الفريق او فدي حاجه الغيره على كويسه، دي حاجه كويسه، ليه اموتها في الولد؟ بالعكس استخدمها، بس اقول له يوظفها صح ازاي. لكن في ولاد تانيه بتبقى بتنطلق، وممكن يوم في الايام هو بيبقى قائد الفريق دي لما يكون حقيقة عنده هذه هو عنده القدرات. السمات دي وعنده واضح فيها. انت عندك تجربه مهمه جدا يا سيد عبد الرحمن، انت خدت دبلومه في انك انت ازاي تربي الاولاد، ازاي تدرب الاولاد على الكوره من خلال مدخل الاخلاق دي حقيقة، والقيم، مش كده؟ دي حقيقة. احنا محتاجين دقيقه واحده نتكلم في دقيقه، نتكلم كده عن التجربه دي، لان تجربه مهمه قوي. وهل هي تعرضتوا فيها لتجربه لقيمه التواضع؟ على يعني في زي ما حضرتك قلت في قيم أساسية دايما بنخبط فيها، أحد القيم دي هي او التواضع. انا كمان عايزك تقول لي كمان، انت ناوي تعمل ده في مصر؟ لان انا عارف ان ده انت اتعلمته بره مصر. احنا بنعمله، يعني احنا الحمد لله اوريدي بنحاول نعمله من خلال تواجدنا في الانديه الرياضيه، في تدريب كره القدم او حتى في الرياضات التانيه او حتى في عملي الموجود الصبح. يعني هي فكره ان الرياضه عامه عندها ميزه، يعني هي بلتين بلتين في مولوده فيها، مبناها، في ان هي بنيتها الأساسية. بتبين الشخص، يعني بتبين حقيقه الشخص، لان انت بتتنافس، فلما بتتنافس بتنسى أي صورة أنت كنت بتحاول ترسمها فبتظهر صورتك الحقيقية. فدي ميزة، المدرب الشاطر اللي بيعرف يقرأ الولد ده عنده مشاكل إيه أو عنده مميزات إيه بيبتدي يشتغل عليها. ومهم جدا إن دايما بيبقى فيه تيست كده أو امتحان للقيمة في التنافس، أكتر يعني من أكتر الحاجات اللي بتبين القيمة دي أنت صادق فيها ولا بتدعيها إن أنت تتنافس أو إن أنت تلعب مع حد على الحاجة. فده بيظهر جدا في الرياضة. من خلال التنافس بنبتدي نشغل الولاد على القيم دي، وكلها مواقف بتحصل قدامنا، بنبتدي ممكن في مواقف ممكن احوشها، يعني ممكن موقف يحصل قدامي وما استغلوش دلوقتي، لا انا هستغله بعدين لما يتكرر من واحد او اتنين وتلاته ده محتاج فنجمعهم. مدرب بقى يعني صاحي الوجدان وصاحي القلب وكده.